اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الاثنين الماضي تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة مضلل ومليء بالمغالطات ولي الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا إفريقيا. أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من إجراء أكثر من 1,700,000 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تابعت أكثر من 61,900 حالة بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2023 إلى مايو الجاري. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات تأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية. أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن أحدث غواصة تابعة للبحرية الروسية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية ستنتقل إلى قاعدة دائمة عند شبه جزيرة كامتشاتاكا في أغسطس وسط جهود تبذلها موسكو لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادي. وتحمل الغواصة ما يصل إلى 16 صاروخا روسيا من طراز بولوفا برؤوس نووية. يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض لتشيلسي من أجل ضم ماسون ماونت لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية. ويدخل ماونت موسمه الأخير في عقده مع تشيلسي، وسيبحث النادي عن الاستفادة المالية منه في ظل رغبة أكثر من فريق إنجليزي في الحصول على خدماته. ووفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض مقابل 55 مليون استرليني من أجل لبيع اللاعب.